النهارده كمان نادي اسوان اعلن رسميا انتقال لاعبه احمد بالحاج الى نادي الزمالك. نعرف التفاصيل مع المستشار الشافعي صالح رئيس نادي اسوان. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ وشاكرين لحضرتك انت وبرنامجك المميز باهتمامكم لنا باخبار نادي اسوان. يا فندم ده شرف كبير لينا طبعا، نادي اسوان نحبه ونعشقه ونعشق جماهيره كالعاده يعني. النهارده ربنا يبارك في حضرتك. النهارده نادي اسوان اعلن رسميا انتقال احمد بالحاج الى نادي الزمالك، التفاصيل تفاصيل الساعات الاخيره يا فندم. والله الحمد لله، انت عارف يعني زي ما احنا بينا وفي صدر البيان ان هو الامر كان بالاتفاق مع لجنه الكوره اللي احنا بننتمي لها كل احترام وبنوجه لها الشكر، خاصه الاستاذ محمود فاروق اللي هو من خارج مجلس الاداره والزملاء الافاضل اعضاء السنه اللي هم من مجلس الاداره والكابتن ايمن الرمادي وجهازه الفني والاداري، ولان العمليه كان فيها تنسيق، وفي الاخر انتهينا كلنا ان احنا نعمل اللي في مصلحه النادي. فالحمد لله يعني كل المجهود من النهارده بالتوفيق، وانهينا العقد مع اداره الزمالك، واداره الزمالك بنتوجه لها بالشكر زي ما قلنا في نهايه البيان على التزامها بتنفيذ كافه ما تم الاتفاق عليه. هل فعلا حصلتوا على مقابل اعاره كاش اليوم؟ حصل طبعا زي ما اتكلمنا وزي ما كتبنا في البيان يعني. حصل، ده حصل. طيب احمد بالحاج كان من العناصر الاساسيه المهمه في فريق اسوان الفتره. نعم. الفتره اللي جايه تعويض احمد بالحاج حصل في والله صفحات. عندنا ثقه كبيره جدا في الكابتن ايمن الرمادي ورفاقه في الجهاز الفني في ان هم قادرين على ان هم يعني يدوروا على البديل للكابتن بالحاج بين ابنائنا الكثر اللي هم موجودين داخل الفرقه، وان شاء الله هيكون في بدائل كتير جدا ان شاء الله في الفتره اللي جايه. احمد بالحاج انتوا كنتوا واخدينه مجانا مظبوط؟ يعني ما اشتريتوش من النادي؟ لا، في شركه حضرتك طبعا هي اللي كانت جايباه، وكان في اتفاق بيننا وبين الشركه دي في حاله انتقاله وشعارته ان هم ياخدوا 30%، واحنا طبعا ده العقد شريعه المتعاقدين فعلا، ووقت الانتقال هياخدوا حقهم ان شاء الله باذن الله يعني. واحنا احنا كان الاتفاق على اساس ان هو ليه سنه تاني معانا كمان غير السنه دي سنتين. وكان يعني النادي هو المتحمل وكان بيدفع له هو المبلغ اللي كان متفق عليه. وربنا يكرمه ان شاء الله في وجهته الجديده، وان شاء الله باذن الله حطينا احنا بند برضو ان هو في لو الزمالك فعل بند الشراء وخده بعد كده الزمالك لو عاد بيعه او عاره احنا هناخد 15% من نسبه 15% بعد ما الزمالك ياخد المبلغ اللي دفعه. هايل هايل. طيب في زاويه اخرى يا فندم، سمعنا كلام ان مليك ايفونا عنده مشكله وعنده اصابه مزمنه، هل الكلام ده صحيح؟ والله طبعا الامور دي انا ما يعني ما اعرفش افتي فيها، لان هي دي ترجع للجهاز الطبي في النادي وهم اللي يعرفوا الكلام ده اكتر مني. فيعني لكن هو موجود من ضمن الناس المقيده معانا وعلى ذمه الفريق دلوقتي. لا، لكن التقرير اللي بيجي لك منهم هل هو مصاب اصابه طويله ولا هو هيرجع سريعا الى الملعب؟ ان شاء الله ان شاء الله نعمل ان هو يرجع، لان هو وجوده معانا مهم جدا. هو في العشر دقائق او الخمس اللي هم الفرصه اللي خدها معانا في المصري جاب بلين وسجل هدف من البلين، فوجوده مهم جدا لو كان معانا يعني. انا فاكر قبل ما تضموا ايفونا كان في لقاء بيني وبين حضرتك على الهاتف. نعم. وقلت لي انه هيجري كشف طبي ونتاكد من سلامته تماما. هل الكشف الطبي وقتها كان تاكد سلامه ايفونا 100%؟ تأكد سلامته طبعا، واحنا لو مش كده ما كناش تأمين التعاقد، بس انت عارف طبعا يعني الاصابات ودي حاجه بتاعت ربنا، ونسأل الله يعني السلامه للجميع ان شاء الله. وهنا طبعا اسم كبير جدا وقيمه كبيره جدا، ولو ربنا قدر له انه يرجع لمستواه طبعا هيكون اضافه كبيره في الفرقه يعني. طيب عظيم جدا. بالنسبه للكابتن ايمن الرمادي، هل الامور هدات بالنسبه للكابتن ايمن الرمادي؟ الامور مستقره وهادئه جدا جدا جدا، والكابتن ايمن ان شاء الله مكمل مع اسوان، واحنا عندنا امل كبير جدا فان الكابتن ايمن هيجعل اسوان في خلال هذا الموسم في مكان يمكن ما حدش كان يتوقعها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. سياده المستشار الشافعي صالح رئيس نادي اسوان، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.